تقرب يابا. الطريقة الشعبية هي الرد المناسب بعد سيطرة زخرفة السيس على وسط الراب في مصر. السؤال دلوقتي، ازاي هتعرف الشاب السيس من الشاب الانسيس؟ هتعرفه من شكله، من اسلوبه، من طريقته في الكلام، في السلام، في صوره مع عشته. صباعه هو لغته في الصور وفي الكلام، في كل صورة لازم اي حركة بايده والسلام. المهم الهدف من الاغاني والتواصل، لازم يبان عن القوي خشن مفيش فواصل. المهم يبقى مكشر، حب اللي يقوله قشر، قالوا اتباع كتير في مجاله هو الاشهر. عايش في دنيا تانية برا حاجز الزمان، تقوله اتعدل يقولك هي الواتساب مان. لو سألته في الثقافة، في الهوية، في العروبة، يقولك ما مريان ناين سلسلة في اخر هضوبة. لو كتب له حرف عربي على الكيبورد ايده توجعه، ادي شريط لمحمد منير مش هيصنعه. الانجليزي لغة القرآن بالنسبة له، على اعتبار ان كوكب الارض بيتمنى استقباله. ربنا يشفيك. الشاب السيس في مصر له طريقه، له كيانه، له